غادي نكملو حتى التيمة ديال الدرس ديالنا اللي هو لي فيشي. نتمنى ما نكونش تعطلت عليكم بزاف كونسيرنون لا دوزيام فيديو. الوغ في لا فيديو بريسيدونت كنا شفنا اون بتيت انتروداكسيون كونسيرنون لي فيشي، علاش كيصلحو وعلاش جا لانتيغي ديال لي فيشي. دابا في هاد الفيديو ان شاء الله غنحاولو اون فوا ريستي توجور اون فوا با فوار اونكور دوك لي انستركسيون و الكوداج و داكشي. غنحاولو نشوفو الكمالة ديال الانتروداكسيون و نشوفو لي تيب دو فيشي ان شاء الله. في لا فيديو التالتة غنشوفو لي انستركسيون دو باز انسي دو سويت. الوغ كيف ما كنا شفنا قبل ان لي فاريابل، هاد لو تيرم ديال لي فاريابل ما كي اكزيستي لنا فقط لوغسكون بار لا ميموار فيف، لوغسكون بار لا رام. الوغ المشكل اللي كنا قلنا انه اون فوا داك البروغرام اللي كنكونو خدمناه او لونغاج سي او لا كيلكو سوا، اون فوا لو بروغرام كيتاريت علينا كيتسوبريما لينا البروغرام اكزيستون، كيتسوبريما لينا من لا ميموار وما يمكنش نلقاو ابخي لا فالور اللي كنا ديجا اونجستخينا افون. بحال مثلا سوبوزون انا خدام في لي ستركتور او في واحد لو ريبيرتوار تيليفونيك اللي هو واحد بروغرام صايبتو اونجستخي دي دوني كيخدم لي البروغرام نورمال، ولكن اون فوا كان اونجستخي دوك لي زانفورماسيون كي سخون لي اللي غادي تم قراءة دوك البيانات من بعد ما غادي نلقى حتى شي حاجة. الوغ هنا واش نقدروا نديروا هاد الحاجة هادي بواحد ليديتور دو تكست؟ impossible de faire ça avec un éditeur de texte. C'est-à-dire qu'on jette la notion des fichiers. Alors, les fichiers, la notion de l'homme, mais qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on puisse lire les informations, ainsi que le scan des informations, la lecture, lorsqu'on parle de le scan, lire les informations ou scan des informations, c'est-à-dire qu'on peut lire et écrire dans les fichiers. Et directement, qu'est-ce que nous avons fait dans le disque. Alors, on va voir d'abord شنو هما لي بيبليوتيك برينسيپو لي نقدروا نعتمدوا عليهم فهاد لا نوسيون ديال لي فيشي؟ بيان سور اي سون دو برينسيپو بيبليوتيك لي هما انكلود اس تي دي ليب بوان اش و انكلود اس تي دي او بوان اش. و يمكن ليكم تشوفوا دوتر بيبليوتيك سون لو بيزوان سولون كل واحد وشنو بغا يزيد بحال سترينغ بوان اش انسي دو سويت مات بوان اش سولون لو بروغرام لي انسان كيخدم به. الوغ لي تيب د فيشي لي نقدرو نخدمو بيهم بزاف في هاد لا نوسيون ديال لي فيشي لي هو لو بخوميي لي هو بوان تي اكس تي. شنو معنيش بوان تي اكس تي او لا بوان؟ الا درتي واحد الجولة في البيسي ديالك غادي تلقى واحد الحاجة بوان تي اكس تي بوان بين بوان اكس تي، هادي كتسمى الاخوان الشباب ليكستونسيون. المهم بيان سور انا ماشي كنقص من القيمة ديال لي زابوني لي معانا هنا والمتابعين، لا بلوبار اللي كيتبع هذا المحتوى يكون عارف شنو هي ليكستونسيون، ولكن بالنسبه للناس اللي باقي اول مره تيشوف هذا لا فيديو هادي، لقاش حنا ما كنستهدفوش فقط الناس اللي هما تيكونوا كما كنقولوا اللي عارف في لا بروغراماسيون، ولكن حتى واحد الشخص اللي باغي يلا يتعلم، لقاش هادي ماشي حكر على واحد الفئه من الناس. ما عليناش. الوغ قلنا ملي تنشوف واحد لو فيشي سي كوا ان فيشي، واحد لو فيشي اللي هو مثلا بحال هذا سي ان فيشي، هذا سي ان فيشي. الا جيت مثلا بروبريتي غادي نلقى ليكستنسيون ديالو هي هادي بي ان جي، وكل فيشي الشباب عنده لي بيرميسيون لي زوتوريزاسيون لي زاكسي ديالو. بحال مثلا هاد لو فيشي يمكن ليا نقوم بلا ليكتور وليكريتور، هذا سي ان مود، هذا سي ان مود لي تونغوجيسترا بيه هاد لو فيشي اوتوماتيكمون باغ لو لونغاج سي، حيت اصلا هاد لينوكس لي بازي سور لو لونغاج سي. ما عليناش، و تونغوجيسترا بهاد لو مود هذا. ابخي انوريكم لانستركسيون اللي كنقراو بها كنحلو بها واحد لو فيشي اللي كتكون مرفوقه بواحد البارامتر اللي هو لو مود دوفيرتور. ابخي ان شاء الله غادي نشوفو هذا في دي فيديو اللي فيهم غيكونو متخصصين في لي انستركسيون، و ابخي ان شاء الله غنشوفو دي زيكزارسيس دي بروغرام انسي دو سويت. مزيان الواحد ملي يقرا واحد لا نوسيون اللي هي جديده في لا بروغراماسيون ما يزربش، ما يقولش امشي نيشان نخدم واحد البروغرام كبير ولا مشي بشويه بدي زانترودكسيون. الله يجعلني انا نعرف حتى التاريخ ديال ديك الحاجه بشويه باش كتبدا لا باسيون ديالي ديك الحاجه وكنبدا نتعلم انسي دو سويت. الا جينا مثلا بغينا نجيريو مثلا نشوفو مثلا لي فيشي، هادو هما لي فيشي اللي عندي هنايا في لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالي. بحال مثلا غادي نقصدو مثلا ايماج، اون فايكريف ايماج ls pour la liste، pardon c'est ls image، voilà faut l'écrire comme il est mentionné. donc هنا تيبين ليا لي فيشي اللي عندي مخزنين
فهاد لو دوسي اللي هو اصلا تا هو في شيك دوك البيانات كاملين اللي كاينين هما هادي هي ليكستونسيون ديالو، حيت دخلنا حنايا ايماج داكشي علاش دخلوا لينا غير دوز ايماج. حنا انا راه عندي دوز ايماج، الا دخلت مثلا البيرو يطلع لي الشباب كاع هاد لي فيشي كامل اللي هنايا غادي يبانوا لينا، وكل وحده مرفوقه ببوان شي حاجه بوان شي حاجه، ديك الحاجه هي ليكستونسيون. الوغ مثلا غادي نديرو بيرو او جو في لا ميم دونك ال اس بيرو فوالا فوالا. انا عندي كاع لي فيشي اللي كاينين في هاد البيرو ديالي، دونك سو سون دي فيشي دو كور. il y a ici واحد لو فيشي اللي هو html.html، هنا html pdf.od ainsi de suite. دونك لا نوسيون ديال ليكستنسيون راه بحر، يمكن لكم فقط تقلبوا في جوجل على لي زيكستنسيون راه غادي تلقاو الغرق ديال لي زيكستنسيون اللي بغا يتعلم ويتعمق بزاف في هاد الشيء ديال لي فيشي. الوغ كنا قلنا ان لي فيشي ديالنا برينسيبالمون في لو تريتمون ديال لونغاج سي كينقسموا لينا لجوج، يعني في لو تريتمون ديالي سوا غادي نقدر انغوجيستريهم ويكونوا سو فورم دو بوان تي اكس تي. ملي تنهضر على بوان تي اكس تي يعني لي زونغوجيسترومون ديال دوك لي زانفورماسيون تيكونوا انغوجيستري سو فورم دان ايديتور دو تكست. شكون اللي فيكم فايت شاف واحد المعلومات اللي مخزنين سو فورم دان ايديتور دو تكست دون ان فيشي؟ بيان سور هادشي كتلقاو ملي كنكون مثلا تيليشارجيت واحد لو بروغرام واحد لوجيسيال واحد الجو نامبورت كوا، بحال مثلا هاد لو جو هذا عندي هنايا سي ان جو، الا مشيت لو فيشي برينسيبال ديالو غادي نلقى واحد لو فيشي الدوسي باردون برينسيبال ديالو، نلقى واحد لو فيشي اللي تيكون بوان تي اكس تي. الا حليتو غادي نلقى جو بو تروفي نامبورت كوا كوم كاركتر دي بوان دي باردون دي كاركتر سبيسيو انسي دو سويت. سو سون دي دوني اللي يقدروا يكونوا مسؤولين ليا على لا دات، يقدروا يكونوا مسؤولين على لا دات، يقدروا يكونوا مسؤولين على لور لي بارامتر ديال داك لو جو les options ainsi de suite. Ce sont des données qui sont enregistrées comme suit. Ainsi que vous pouvez trouver un autre type de fichier, c'est un fichier de l'extension .bin. .bin. .bin, cela veut dire binaire. Donc les informations sont stockées fois le fichier, les relevant sont cryptés, donc les informations qui sont sous forme de 0 et 1. Tu peux trouver le fichier fait comme 0101. هادوك هما البيانات والمعلومات اللي تيكونوا ديال واحد لو جو تما ولا واحد لوجيسيال ولا واحد لو بروغرام كواك سو سوا، تيكونوا خاصين سوا بلي لا دات البارامتر لي زوبسيون، ولا يقدروا يكونوا شي معلومات اخرين على حساب الديفلوبر ديال داك لابليكاسيون ولا داك لو جو انسي دو سويت. الوغ شنو هو الفرق ما بين واحد لو فيشي اللي هو بوان بين واحد لو فيشي اللي هو تي اكس تي؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق الشباب هو انه ملي كنخدم في واحد لو فيشي اللي هو بوان بين، لا جو بارل دو كوتي سيكوريتي، دونك لي زانفورماسيون ديالي تيكونوا بيان سيكوريزي، تيكونوا مكريبتين، ما كيصعب على داك الهاكر ولا داك المخترق انه ياخذ دوك المعلومات، سيرتو الا كانوا بيان سيكوريزي لوغسكون بارل دو كوتي بوانتور. حيتاش اصلا ان شاء الله كيف ما غادي يتضح معنا في الفيديوهات الجايين، لي فيشي اصلا كيتخدموا كاملين بدي بوانتور، تخدموا كاملين بان بوينتور فيغ ان فيشي، ان بوينتور فيغ ان فيشي. بلا ما نوريكم الانستركسيون ديالها دابا، تقدروا تقلبوا عليها، ولكن ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نشوفوا كل شيء بالتدقيق ان شاء الله. الفرق الاخر هو انه ملي كنهضر على واحد لو فيشي اللي كيكون دو ليكستنسيون بوان تي اكس تي، واحد لو فيشي اللي هو بوان بين بينار، هذاك البينار كيكون فيه لاسباس دو ستوكاج تري بيرفورمون. تقدروا تقلبوا على لا غيزون علاش، ولكن d'une manière ou d'une autre la différence binatum annahu le bin tikon très sécurisé ou tikon fait espace de stockage très performant très gigantesque ala wahed le fichier le webin. انا بالنسبه ليا pour être honnête ما درتش واحد la recherche ala علاش كيكونوا كي كتكون هاد la différence de stockage، ولكن اللي لقى شي حاجه يقدر ياجوتيها ليا في واحد la partie commentaire. alors شنو باقي لينا ما هضرناش عليه؟ هضرنا ديجا على لي زوتوريزاسيون و لي زاكسي. المهم ما بغيناش نسبقوا الاحداث، ولكن ملي كنهضر على لي مود دوفيرتور ما بغيتش نتطرق لها، ولكن غنكتب فقط لانستركسيون. لانستركسيون هي اف اوبن. الوغ اف اوبن كتكون
واحد لا فونكسيون ديال بور اوفرير ان فيشي داكور سي بور اوفرير ان فيشي لي بارامتر ديالها هما لو نوم دو فيشي انسي كو لو مود داكور اون فا ليكريغ تو دو سويت الوغ بار اكزومبل اون فا On va faire comme ça, c'est juste pour la montrer, pas plus. C'est F open, d'accord. Là, je peux ajouter le nom de fichier, le nom de fichier. Ça, c'est la syntaxe. Je parle de la syntaxe, d'accord. Point l'extension, c'est l'extension que je cherche. Lorsque je parle de l'extension, c'est soit point txt. Là, lorsque je condensais, soit point bin, fichier binaire. Bien sûr, on sait que les extensions, voilà, kaina exe, kaina PDF, PDF, kaina JPEG, ainsi de suite. Mais là, je parle du traitement en langage C. D'accord? Virgule, l'autre chose, là, vous aurez le mode. Le mode d'ouverture. Le mode de quoi? D'ouverture. D'accord. Alors, je vais laisser la parenthèse de l'instruction de l'ouverture d'un fichier. Pour ouvrir l'autre parenthèse sur les modes d'ouverture. Le premier mode, il est très, très fréquent, le mode R. Lorsque je parle de R, cela veut dire read. C'est le mode pour lire. Donc, je vais le fichier où j'ajoute ici, par exemple, le fichier de je vais le nommer, par exemple, fichier. Point txt, il y a l'extension, ou le mode dlmachalan radicon ou le r. Donc, vous pouvez que lire le contenu du fichier, mais pas écrire le fichier. Donc, même que je l'ai comme tchikchibo, c'est que le fichier qui compte déjà créé. D'accord? Donc, il me clique le fichier qui compte déjà créé ou qui est tchikchib. داك لو فيشي ما تقدرش موديفي لو كونتوني ديالو ولكن تقدر ديجا تحل به واحد لو فيشي اللي كتكون انت ديجا كرييتيه فوالا tu peux que lire ولكن ما كتقدرش تكتب وتغير الكونتوني دونك سي بلو سيكوريزي نتمنى تكون مفهوم هاد لو مود لو بروميير مود دوفيرتور دونك لو دوزيام مود دوفيرتور اللي هو دبليو دونك راه باينه شنو هي دبليو سي رايت العكس ديال الاخر رايت Donc, si on ouvre le mode W, vous pouvez écrire dans le fichier, mais pas lire son contenu. D'accord? Si le contenu n'existe pas, ou si il n'existe pas, il sera créé. Yani, après, je vais vous dire que si vous avez ouvert le fichier le mode W, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux écrire le fichier, yani, tu peux ajouter des informations et écrire dans tous les fichiers. Mais c'est pas la fin. La fin, du fichier. ما تقدرش تكتب الفيشي كامل ولكن ما تقدرش تقرا الكونتوني ديالو ولا كان ما تكرياش كيتعاود تكريا كاين واحد لوتر مود اللي هو ا سولا في دير اباند او لا الات كاين واحد لوتر مود اللي هو ا لوغسكو جو بارل دو ا سي اباند او لا تقدر تقول ات كاينين في شي بعض لي زوتر نوسيون كي تيقولوا ات وكاين اللي تيقول اباند على حسب المهم عندهم لو ميم سونس اللي هو لاجو اش كان اجوتي هنا في هذا المود هذا كتقدر تكتب في لو فيشي ا بارتير دو لا فان vous pouvez ajouter donc في لو تيكست هذا في لا فان ديالو في لا فان دو فيشي تقدر تكتب اي حاجه بغيتي ا كونديسيون الا ما كانش مكريي كيتعاود تكريا ولكن كتقدر فقط انك تستعمل هذا المود هذا لكن انت غادي تاجوتي في لا فان دو فيشي داكور دونك هذه كتخليك تاجوتي فقط في لا فان دو فيشي كاين واحد لوتر مود اللي هو الار بلس باردون ار بلس فوالا دونك هاد لو مود ديال ار بلس كتقدر تقرا وتكتب من الفيشي ولكن لو فيشي خصو يكون ديجا تكريا يعني الفيشي خصو يكون ديجا مكريا كتقدر تقرا وتكتب من الفيشي كاين لو مود الاخر اللي هو رايت بلس كتقدر تقرا وتكتب من الفيشي وتقدر تسوبريمي الكونتوني الا كان ديجا مكتوب و الا ما كانش ديجا مكريي الفيشي كيعاود يتكريا دونك الا شفتو الشباب راه ساهلين راه ماشي شي حاجه سولون لو بيزوان ديالنا حنا سولون ليكزيرسيس غادي نخدمو هاد لي مود كاملين و فوالا هادشي اللي كاين بوغ لانستون
ما عرفتش واش نزيد افونسي اكثر في هذه لا فيديو هذه، بغيت نديرها قصيره، ولكن عندي واحد الاقتراح، هو اللي انتريسي بهذا الكورس هذا ان شاء الله يحاول يخلي لي واحد الاقتراح ديالو، واش بغيتو نخدمو سو تيرم سو اديتور، يعني نخدمو في كود بلوكس في الكومبيلاتور ديريكتومون، اولا نخدمو بالورقه والستيلو، نحط الكاميرا على الورقه والستيلو بحال اللي كنت كندير في ليزيكزيرسيس ديال الالغوريثم، اولا نشرح في السبوره ونبان حتى انا. المهم شوفوا اللي بغيتو نتوما، خليت لكم الاختيار. داكوغ، vous pouvez ajouter ça sur les commentaires، ويمكن لكم تاجوتيو اي حاجه بغيتونا نتطرقوا لها كوم سوجي ابار لا بروغراماسيون، راه حتى الله ما يتقرا في لو مود ديال الانفورماتيك، كاين الريزو، كاين البارتي دو باز دوني، كاين بزاف ديال الحوايج لي زوينين بزاف في هذا العالم هذا اللي تنسميه عالم فيرتوال، حتى الله ما يتشاف. المهم نكملوا ان شاء الله هذا الكورس هذا ديال الفيشي، وكما قلت لكم كيف ما بغيتونا نخدموا ان شاء الله نخدموا، وكنخلي لكم اقتراح ونخليكم دابا ابيان ان شاء الله وليا فراسكم.